طبعا خلينا نعرف تفاصيل، لأنه شهد كان عندها مشكلة قبل كده سابقة، وخلينا نعرف تفاصيل المشكلة وليه تم تشكيل اللجنة في هذا التوقيت قبل بدء أولمبياد باريس. مهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مساء الخير يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف أولا ما هي مشكلة شهد سعيد؟ زي ما حضرتك شفتي في السوشيال ميديا، احنا عندنا المعلومه من السوشيال ميديا انه في ايفنت كان معمول في شهر 4، فشاهد يعني خبطت زنقت، يعني ما لسه هنبص على الفيديو بشكل اكبر يعني، وخبطت اللاعبه وقعت واتصابت. الاتحاد الدرجات خد قرار بايقافها سنه محلي، ما وقفهاش دولي. طيب. يعني الاتحاد وقفها بقانون محلي، ولكن دوليا هي بتمارس وجودها. ما وقفهاش بقانون محلي، هو وقفها داخلي، يعني ما وقفهاش عن ايقاف محلي. طيب انا بس هنا طلبنا من اتحاد الدراجات يدينا ملف في هذا الموضوع كامل. تمام. وعندنا يعني لجنه اجتماع معاه يوم السبت ان شاء الله، واحنا عندنا لجنه القيم دي هتبقى برئاسه احد اعضاء مجلس الاداره طبقا للائحتنا. لائحتنا بتقول اللي يرئيس لجنه القيم لابد ان يكون عضو مجلس اداره، وهيبقى بعضويه 2 مستشارين قضاء و2 محامين من الاداره القانونيه للجنه الوطنيه. طيب سؤالي بس هنا يا مهندس ياسر، حضرتك تكون صبور معانا شويه، يعني موضوع مشاركه اللاعبه والموقف، وان هي يعني ازاحت لاعبه اخرى، وبعدين الموضوع ده كان من فتره. طيب لماذا يعني وتم العقاب محلي زي ما حضرتك قلت، او بشكل يعني محلي، لماذا لم يتم الايقاف كمان لان هي هتمثل مصر؟ يعني اذا في لاعب تم عقابه وهذا اللاعب كان خارج عن نطاق السلوك الرياضي، لانه هو احنا بنلعب رياضه ليه؟ الرياضه اخلاق، فلو انا عندي جزء من يعني الاخلاق الرياضيه بتاعتي مش موجود، والمنافسات ما بيني وما بين لاعبين اخرين يعني فيها مشكله، يبقى انا لازم اتوقف هنا. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى، حضرتك يمكن بدات وقلت السوشيال ميديا. طيب خلينا اسال سؤال عشان ما تقعش مع حضرتك. طيب اتفضل حضرتك يا فندم، نجاوب على السؤال الاولاني. السؤال الاولاني حضرتك، احنا كلنا عندنا لجنه للسلوك الرياضي. تمام. لجنه القيم، يعني في مدونه سلوك رياضي. تمام. المدونه دي حضرتك المفروض انه كان يستخدمها اتحاد الدرجات. احنا لما هنسمع اتحاد الدرجات هنشوف اجراءاته، ونشوف هل هو عمل اجراء صحيح ولا اجراء خطا، لان احنا في الاخر حضرتك دي امور داخليه، ما ينفعش ان احنا كل حد نتدخل في شغله، لانه في الاخر ممكن يكون هو ماشي باجراءاته سليمه. يعني هنشوف الموقف شكله، ما نقدرش. طيب ما هنا انا هسالك سؤال، يعني اللجنه الاولمبيه ما بعتتش تسال موقف شهد سعيد ايه من هذا الوقف المحلي؟ يعني استفسار عن يا فندم نسال امتى حضرتك؟ وقت الحدث ما حصل، يعني وانتوا بتشكلوا يعني وقت لا حضرتك بتشكل الاولمبياد دلوقتي، يعني في فرق هتسافر، فانا لازم اعرف انه هذا اللعيب كان عنده موقف، عنده مشكله، قبل ما انا اكتب اسمه اسال الاول. لا وحضرتك المعلومات هنا مغلوطه. اولا البطولات المحليه هي اداره الاتحاد مش اداره اللجنه الاولمبيه. تمام. دي نمره واحد. ماشي. ثانيا اللاعبه متاهله من شهر يناير. تمام. يعني متأهلة من قبل هذا الحدث. تمام. حصل الحدث واللاعيبة أكمل كلمة حضرتك، واللاعيبة لو ما تأهلتش يعني لو لغينا سفرها ملهاش بديل. يعني حضرتك العقاب إن اللاعيبة ما تشتركش ومفيش حد هيشترك مثلا. ده العقاب. لو اللاعيبة ما سافرتش مفيش حد هيسافر. لأن التأهل بيبقى ليه فترة زمنية ومش كل الناس تقدر تتأهل، سواء عن أفريقيا أو التأهل عن بطولة العالم. فهو الاتحاد حاول انه يحل المشكله انه يديها عقاب محلي ويسيبها تلعب دولي. طبعا انا مش مع هذا القرار، بس انا بقول ده القرار اللي تم اللي احنا بنراجعه بقى معاه. طيب سؤال تاني، سؤال تاني مهندس ياسر، مفيش حد رقم 2 بعدها؟ لا رقم 2 مش متأهل. لا يعني في. طيب. رقم 2 ورقم 3 بس مش معقلين. طيب تمام، انا كل ده ماشي مع حضرتك. بس حضرتك بتتكلمي في جزئيه قيم واخلاق، لو هي غلطانه تتعاقب.
يعني ما هي اتعاقبت يا فندم، ما هو الاتحاد اداها عقاب محلي زي ما حضرتك. ما هو احنا عايزين هو مقدر، ما انا ممكن يا فندم الخبطه دي اقول مش قضى، يعني هنشوف الاجراءات اللي تمت، يعني عن عمد ولا غير عمد. انت حضرتك شايفاها في السوشيال ميديا، كل الناس شايفاها عن عمد. هل النهارده الحكم كتب ايه في تقريره؟ المراقب لازم نبحث الموضوع باجراءات سليمه. طب هنا الكلام اكمل حضرتك، بس الكلام ده كلام دولي، يعني احنا ما نقدرش نعرض مصر لحاجات باجراءات غلط، لازم تكون اجراءاتنا صحيحه 100%. تمام، كل الاحترام لكلام حضرتك، ومعاك اسم مصر كبير جدا، ولا نقدر نعرض مصر، بس كمان مصر محترمه قوي ومصر اخلاق قوي، ولازم اللي يمثل مصر يبقى قد مصر. حضرتك متفق معايا في ده ولا لا؟ لا ما كنتش عملت لجنه. تمام، يبقى احنا متفقين. يعني انا لو بتسالني طبعا، وانا رايي هنا مجرد رايي ملوش طبعا علاقه، لو بتسالني لو في شخص يعني سهل جدا كل الناس تقول ان احنا نوقفها كده على طول، لا دي ليها اجراءات. لا طبعا طبعا انا مع الاجراءات، تمام مع الاجراءات، بس سؤالي هنا لحضرتك يا باشمهندس، هل يعقل ان احنا في هذا الزمن عندنا اتحاد والاتحاد عامل عقاب محلي، وبعدين عندنا اللجنه اللي بتاخد الناس المؤهلين، وبعدين بتبدا تشوف الاسماء، هل يعقل ان انا دلوقتي انتبه عندما كتبت السوشيال ميديا او صرخت السوشيال ميديا؟ يعني المفروض احنا اللي بنغذي السوشيال ميديا. احنا لجنه اولمبيه مش مباحث، يعني حضرتك كل ولا السوشيال ميديا مباحث. انا رئيس اتحاد السباحه، لو عندي لعيب كره ميه اتخانق في ماتش كره ميه، المفروض اللجنه الاولمبيه تعرف؟ تعرف من الاتحاد اللي عاقبه. ايوه يا فندم، لو تم معاقبته. ما الاتحاد بيدي عقاب يا فندم، بس العقاب مش على قد الحدث، يعني الاتحاد ادى عقاب بس مش على قدر الحدث، عشان كده احنا بنفتح الموضوع. طيب سؤال تاني برضو مهندس ياسر، هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا هي اللي كبرت الموضوع والموضوع مش مستحمل كل ده؟ لا، تقدري حضرتك تقولي ان السوشيال ميديا اظهرت الموضوع، اظهرت يعني، دي نمره واحد. بس برضو في ناس بتتكلم من زي سعادتك كده، بيتكلموا من واقع الاخلاق، وان لازم الاخلاق هي اللي تسود الرياضه، وده نقد مقبول جدا وكلنا بنقبله. انما على الناحيه الثانيه حضرتك لو بصيتي على التعليقات كلها تجاوزات حقوق. لا طبعا احنا ضد التجاوزات ايا كان. أيوة يعني طبعا ضد التجاوزات كلها. طيب انا هسال حضرتك سؤال، حضرتك طلع نفسك بره رئاسه اللجنه الاولمبيه، وتحدث معي كرجل مهتم بالرياضه، وعندك يعني وعندك حدث كبير، وحضرتك رياضي سابق، كيف تتعامل مع هذا الموقف؟ يعني طلع السوشيال ميديا بره الموضوع، عندك لعيبه عندها مشكله، هنعمل ايه؟ بعتذر لحضرتك لان انا راجل مسؤول، لازم كل كلمه اقولها ابقى مسؤول عنها. يعني انا اوعد حضرتك بعد ما الاجراءات تتم تمام اقول لحضرتك رايي الصح، انما رايي الشخصي قبل التحقيقات يبقى انا راجل متنازل. طيب يعني انا كل اللي انا هقوله لحضرتك، احنا في انتظار اكيد اللجنه، السوشيال ميديا اكيد يعني هي مجرد بتقول، بس قوتي انا قوتي ان عندي اتحاد قدم يعني عقاب محلي، اللجنه لازم زي ما حضرتك قلت تشكلت اللجنه، واعتقد انه القرار هيكون يوم الاحد المقبل، مظبوط؟ اللجنه هتشتغل يوم السبت وهنعلن القرار يوم الاحد. هيكون يوم الاحد، ولو ويعني وده رايي طبعا لا يؤخذ، هو مجرد رايي، ولكني انا بشوف الاخلاق قبل الرياضه، وان كانت حتى هذه اللاعبه عندها مشكله او في حاجه، علشان ما نبقاش نصدر قوانين على لاعبين او لاعبات، ولكن اذا كان في مشكله والمشكله تمت اللجنه واقرت ان في مشكله، وهي المصنفه الوحيده باسم مصر، مصر ترجع ورا وتشيل على راسها تاج الاخلاق، ومش مهم انزل ابدا بهذا التصنيف خالص في الاولمبياد، يكفيني ان انا مصر باخلاقي الرياضيه. انا ده اللي بشوفه، لكن لو ما فيش اي مشكله طبعا اللاعبه هتلعب، لكن الاخلاق قبل الرياضه، ده اعتقد هو ده اللي احنا نحب نحافظ عليه، وانا شايفه انه حتى صراخ السوشيال ميديا من اجل الاخلاق قبل الرياضه، ده اكيد. تمام أكيد، بشكر. على هذا الرأي. خلاص، في انتظار إن احنا نتابع مع حضرتك مهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.